السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا بهذا الدرس نعمل الناف بار. الناف بار راح أعملها في الاندكس، راح يكون أيضا في البادي. طبعا حتى تعمل الناف بار بس مجرد اكتب ناف، لاحظ ظهر عندك ناف بار. في الناف بار راح يكون مجموعة روابط، يعني على سبيل المثال الـ A link راح أستفاد من عنده href. تمام، هذا الـ href طبعا ممكن احنا نعمل روابط خارجيه، اخذنا هذا الدرس في ال HTML5. ممكن نعمل روابط داخليه، ممكن من صفحه لصفحه، وممكن اعطيكم طريقه انه تعملها من سكشن لسكشن. على سبيل المثال يعني اذا هنا انا عندي هذا السكشن صح، وعندي هذا السكشن، وعندي سكشن اخر، انا الان استخدم الرول حتى انزل لكل هذه السكشنات. ممكن اعمل ناف بار هنا، تمام، مثلا هذا يروح على السكشن 1، سكشن 2، 3، 4. تمام، اربع سكشنات عندنا. خلي يكون هذا السكشن عنده اي دي، ليش انا مستعجل، اي دي، ويكون مثلا سكشن 1. طيب هنا ايضا لازم يكون عندنا في الاسفل واحد اخر اسمه اي دي، لكن سكشن 2، وعدنا في الأسفل ID section 3، وعدنا مثلا هنا أيضا ID section 4. خلاص تمام، خلاص ما عدنا أي شيء آخر. ممكن أنه نجي للأعلى، section 1، section 2، section 3، section 4. تمام، هنا كيف يعني نعمل navigation، لما نعمل عليها كليك ويواخذنا للموضوع اللي احنا نريده. يعني مثلا الان انا عندي section 1 تمام، وعندي هنا section 2 حضع في ال href، section 3، section 4. حتى استطيع اختار السكشن هذا id، بمعنى احتاج الى الهاشتاج. تمام، هاشتاج 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 عفوا هاشتاج 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 تمام، بهذا الشكل. خلونا نجرب. لو اجيت انا عملت هنا ريفرش، لاحظ ظهر عندي ناف بار سكشن 1، سكشن 2، سكشن 3، سكشن 4. لو ضغطت على سكشن 4 اخذني لاخر سكشن اللي هو الرابع. لاحظت كيف؟ لو اجيت على مثلا سكشن 3 اخذني على سكشن الثالث، هذا ثالث، هذا الرابع اللي هو اخر شيء. لاحظت؟ يعني ممكن اعمل ايضا لينكات داخليه. طبعا هنا أنا ايضا هنا انت عامل سكشن 1، ممكن انه يعني مثلا في داخل هذا السكشن ممكن نعمل هيدر، ويكون هذا الهيدر مثلا في داخلها سكشن 1 على سبيل المثال، ويكون هذا مثلا بهذا الشكل h1 cut v. هذا هو الهيدر، اخذ هذا الهيدر ايضا اضيفه للسكشنات الباقيه. This one، هذا سكشن 2 سكشن 3 سكشن 4. تمام، خلينا نعمل نا سيف مثلا ريفرش. لاحظ هنا عندي سكشن 3، هذا هيدر يعتبر. تمام، لو جيت ضغطت على سكشن 2 لاحظ اخذني على سكشن 2، لو ضغطت على سكشن 4 لاحظ اخذني على سكشن 4، وهكذا. يعني انت بس مجرد تعطي اي دي للسكشن اللي تريده، وبعدين في الناف بار، في الناف بار فقط مجرد اعمل هاشتاج للسكشن، اسم السكشن طبعا لان كون انه هو اي دي فحنضع على هاشتاج. طبعا الناف بار ايضا ممكن انه احنا نجي على الستايل، على سبيل المثال هنا ناف، اوكي. في داخل الناف بار ايضا ممكن نعمل فونت سايز، ممكن نعمل كلر على سبيل المثال. خلينا ناخذ هذول مثلا، نعمل هنا سيف، نعمل هنا ريفرش، خلينا نشوف. لاحظ لا ما اخذ الافكت، ليش؟ سو هذا في الناف بار. طيب لو احنا لانه هنا عندنا الاي، so these sections هنا لو اجينا سويناها 16 font size، لاحظ الان صار تغيير عندك. الـ
color. Okay, so إيه color نفسه. تمام ما عندك مشكلة. بس هذا لو عملناه مثلاً 200% راح يكون حجمه أكبر مرتين. لاحظ هنا والA هنا هذولا ممكن أعمله 20 بكسل لأن هذا دي أثر على الناف بار بالكامل. لو نجي هنا نعمل رفرش لاحظ كيف الA صار حجمه أكبر للسكشن. تمام هنا في عندي مثلا الA line أو ما نحتاج لللاين. تمام ممكن خلينا نقول font I think style لا font هذا override لا شو كان اسمه small inheritance لا text alignment مثلا center نعمل هنا save refresh okay so section 2 لاحظ بيجي بهنا طبعا هذا ما بيشتغل معه so text alignment okay ما بيشتغل معه هذا بعدين نغير احنا بيها لاحظ refresh so section 3 المهم بيشتغل section 3 فممكن نعمل navbar ممكن نغير خلفية النافبار ايضا يعني النافبار اذا عملنا له background color وناخذ خلفية ال على سبيل المثال يكون بهذا اللون save لاحظ صار عندنا navbar ممكن الكلر هنا ايضا نغيره بهذا اللون تمام سيف لاحظ صار عندي سكشن 1 سكشن 2 سكشن 3 وبياخذني للسكشنات تمام فممكن ايضا نستفاد من هذا التاج اللي هو الناف بار اللي بيفيدنا انه بيروح للسكشنات اللي احنا عملناها خلونا نوقف هنا نكمل